العنكبوت هذا لما فتحوه لما صور الجثه اللي موجوده داخل حصلوا في الصوره بشكل الكاميرا في تابوت مثلا بشجر الكاكاو مثلا بالسمكه او بالغش طفيه كيف حاجه في الاعلى هي جدا ناعمه وفي الاسفل هي اكثر ثقيله لذلك اللي هي حاليا في العراق هذه مصنوعه من اللزوم نفس النار هذا الترمينال الاغريقي واله اموني والاله المصري يعني الفترة على شكلها حقيقي أكثر يعني. وراشد هناك. في اليمن هذه اليد كانت موجهة كدعاء هذه الكتابات موجهة لدعاء إلى مطالب ريان. وسهل يعني الانحناء ذلك تجنب عملية الكسر. It was sold for 1.4 million pounds. باعوا 1,450,000 pounds. This is, it was an awkward place. Very awkward place. Yeah. It shows the worldwide interest in football. This is the organization.